تأجير 2 مليون عشان نجيب لاعب مثل ميلانوفا. دعم التأجير حافظ على لاعبين اساسا اللي جابوا الانجاز. هذا عموما ملخص للمباراة. وحتى على فكرة مش الهدف الثالث فقط، الهدف الأول برأي الشخصي أحمد الهطالي في زاويته الأول والثالث. إيه هذه لقطة الهدف الأول. تفضل خالد. قول لي الهدف يتحمل الحارس هذا سيف وهي في زاويته الكورة. إيه 100% زاويته 100%. خذلنا فنقلة، خذلنا فنقة، خذل الكرة العمانية، الإدارة، اللاعبين، الجهاز الفني، شوف الحارس، خذل ايضا الجماهير الفنقاويه، يعني الجماهير اللي متعطشه على ان ترى فريقها في اعلى المنافسات واعلى المراتب، خاصه في بطوله اعتقد انها هي مناسبه بالنسبه لنادي فنقة في الوضعيه الحاليه. يعني بطوله كاس الاتحاد الاسيوي مناسبه لانديتنا، يعني نقول نكون صريحين، يعني خاصه اذا النهضه، خاصه اذا 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 فنقة بيمثلون الضعيف. اعتقد انه 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 فنقة والنهضه يعني هم الافضل، يعني خلينا نصح التعبير انهم يشاركوا في البطوله لكاس الاتحاد الاسيوي. ما تعذر فنقة بغيابات خط الدفاع بالكامل؟ ما اعذرهم، لانهم قابلوا فريق متواضع، فريق متواضع جدا من الناحيه البدنيه، من ناحيه ايضا يعني شاهدنا اللاعبين كيف بيتساقطوا في ارضيه الملعب، شاهدنا الخطوط المتباعده في الفريق. يعني انا اللي ميزني في نادي فنقة للامانه احمد حديد، يعني عمل تمريرتين محمد مبارك وتحركاته ولعباته، يعني ما كانت هناك يعني مساعده من قبل اللاعبين انهم الفرص اللي حصلوها من تمريراته انهم يستغلوها ويسجلونها اهداف. الاخطاء الدفاعيه اللي شاهدناها، اخطاء حمد الهطالي، يعني اخطاء للامانه ما مفروض انه نشاهدها في هذه المباراه. فريق متواضع جدا، لو فريق اخر ممكن اعذر فنقة للاصابات، نحط له عذر، نعذره، ولكن فريق ما قادر يعمل شيء باخطاء دفاعيه، باخطاء تنظيميه في في ارضيه الملعب على حساب الجمهور اللي حاضر. يعني الجماهير فنقة كانت تعقد امال على هذا الفريق انه يكسب اللقاء، نحن كمتابعين وهذا الفريق اللي يمثلنا يعني زعلنا على هذا الفريق. في كره صدها، شوف الهدف انت بمعنى، يعني الامانه شوف المدافع وين راح، شوف راح في الجول، كانه هذاك اللاعب طريقه، يعني خالد التسديده هذا، شوف خالد عيد اللقطه، لا شوف عيد اللقطه، شوف اللاعب وين راح في الجول، كانه هذاك بيشوت كره يعني شو اسمه ضربه حره مباشره او شيء. محمد انا سؤالك الاتي، انا شفت الى الحين هذا الملخص، معلش انا ما شفت المباراه، كل كرة مرت عند أحمد الهطالي عدت، فسؤالي هل في كرة صدها؟ ما نعرف. طيب لا أكيد في كرة صدها طبعا. هيثم تتفق مع الكلمة اللي قالها سيف سلطان، خذلنا فنجة؟ يعني شوف هذه كلمة أعتبرها كبيرة. أنا للفنجة أيضا قدم مستويات قبل وحقق بطولة. هو يتكلم عن المباراة، قدم مباراة سلبية طبعا غير مقبولة. تبي تتغنى بتاريخ فنقة؟ بنتغنى فيه. لا مو على تتغنى، يعني ما الخذلنا قدم. أنا ما أتفق مع هاي المفردة. ما أتفق معها. لك الحرية. لكن في هذه المباراة، في هذه المباراة كنتيجة سيئة جدا، يعني غير مقبول. إذا سيئة جدا بس هو يعني أنا المفردة هذه أعتبرها غير ثقيلة، يعني يا يستاهلوا. نتيجة سيئة، كل واحد ورأيه. ايه. عموما إذا تطلع مع فريق من تركمانستان، يعني أما بالنسبة ليش إنه يلعب مباراة ملحقة، أعتقد تقييم المشاركات السابقة للكرة العمانية في هذه البطولة ما كانت النتائج جيدة. يعني الفرق البحرينية المحرقة أخذ البطولة قبل كأس الاتحاد الأسيوي، الفرق البحرينية أخذ، الفرق كلها أخذت البطولة، يعني هناك فرق. فأعتقد تقييمه إنه مشاركات احتمال، يعني هذا إنه على ضوء المشاركات السابقة للكرة العمانية في هذه البطولة، أتصور أنه عملوا النظام هذا أنه يلعب مباراة ملحق حتى يتأهل لهذه البطولة الضعيفة كأس الاتحاد الآسيوي. هل في دوري الأبطال ليش مشاركاتنا السابقة؟ ما تقدر تلعب مباراة ملحق أيضا. إنزين مباراة ملحق نفس الشيء من الأول. ليش أدخل في دوري الأبطال اللي ما عندي فيه أي سجل؟ معطيك نصف مقعد من البداية أنه تلعب مباراة تأهيل، وإذا تأهلت تلعب مع مباراة فريق آخر ربع مقعد، لأنه لو فايز على الجيش كانت تأهلت معنا في الطهران، معنا في الطهران، لو في الطهران الآن فاز على الجيش تأهل إلى فعلا. فعموما نتحدث عن أنه هذه المباراة يعني الفريق ما عنده الآن مهاجم مثل ما كان
الادوار اللي يقدمها سيسي او عبد العزيز المقبالي او حتى مارديكيان يعني بعد هذا شوفني بعد ما عنده المهاجم اللي يخلص الفريق. الحارسين اذا كان الهطالي او حتى مازن الكاسبي بصراحه يعني مستواهم جدا متواضع الان. الهطالي يعني يجوز بالموسم الماضي ظهر بصوره جيده في بعض المباريات، لكن هذا الموسم يعني هذه المباراة كان واضحة جدا، ثلاثة أهداف بالفعل يعني مستوى جدا ضعيف. فريق به بعض العناصر يعني اللي أيضا ساهمت بإنجازات، لكن كلهم ما ظهروا بالصورة المطلوبة. يعني إذا كان عبد الرحمن الغساني اللي أشدنا به كثير، عبد الرحمن أمس في المباراة واقف، نعم، او لانه غير التمريره اللي عملها ابراهيم المهاجم هذا اللي يعني الحسن الوحيد اللي عملها هذا الهدف الجميل إبراهيم اللي سجله بلال. بلال هدف جميل، نعم، يعني الكره ارتطمت. اللاعبين الاخرين يعني احمد حديد الرجل قدم علي وطلع بعدين، كل النجوم اللي بالفريق الموجودين في المباراه